لسه معاكم من خلال الأهلي يحاور، ونجدد الترحيب بضيفنا في هذه الحلقة أمين صندوق النادي الأهلي سابقا الدكتور محمود بجنيد. بأكرر الترحيب بحضرتك يا دكتور. أهلا وسهلا دكتور محمود. قبل الفاصل اتكلمنا عن توقعات حضرتك وأمنياتك والمؤشرات حضرتك شايفها ازاي ماليا في إطار النجاحات الحالية اللي بيحققها النادي على كافة المستويات فيما يتعلق بالمزايدات القادمة إن شاء الله للنادي وللقناة، مزايدات حقوق الرعاية اللي هتجرى يوم السبت المقبل، كيف تراها وتوقعات حضرتك، وإيه الرقم المأمول اللي حضرتك بتتمناه في المزايدات دي؟ أنا حابب أتوقع أن الدخل يزيد ويزيد جدا، لأن حاجة معروفة يعني أن المزايدات في علاقة بينها وبين أسعار الدولار. أسعار الدولار زادت مرتين ونص، فلما الأهلي النهاردة يكون بيبيع حقوق الرعاية بتاعته في حدود 200 مليون لابد المرتين ونص يعدوا 600 مليون. فده أملي إن إحنا نقدر نوصل 600 مليون، لأن الراجل اللي هيجي يعلن عندي سلعته هتزيد مرتين ونص. فأنا بجيبها دايما من الآخر، بجيبها من اللي جاي لي هيستفيد قد إيه، طب أنا أخد منه. فيا رب إن شاء الله قيمة هذه الاستفادة أو مقابلها اللي يستحق النادي الأهلي يستحق، وناخد منها قد إيه. فأنا دايما باخدها من الناحية العكسية، فإن شاء الله ربنا يوفقنا في إن إحنا نقدر نصل. يعني هنا حضرتك بتتوقعها بالأرقام أكثر من الضعف، أكثر من الضعف، أكثر من الضعف زي الدولار ما زاد أكثر من الضعف. بس طيب وبالنسبة